البائن، البائن هي المطلقة الطلقة الثالثة، يعني طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها ثم طلقها، هذه الطلقة الثالثة. يقول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها، أي الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خلاص، هذه يسمونها طلاق بائن، طلاق بائن. طيب، المطلقة البائن كذلك غير المدخول بها، لو واحد طلق زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة هذا طلاقها أيضا بائن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني طلاقها بائن. فإذا المطلقة البائن، المطلقة البائن اختلف أهل العلم هل لها سكنة ونفقة أو ليس لها لا سكنة ولا نفقة، إلا إذا كانت حامل. إذا كانت حاملا فلها سكنة ولها نفقة، ليس لأجلها وإنما لأجل الذي في بطنها، لأن اللي ببطنها شنو؟ ولده. فيجب عليه النفقة على ولده، ولا يمكن أن ينفق على ولده إلا إذا انفق عليها، فالإنفاق عليها من الطعام وغيره كذا هو نفقة على الولد. والسكنة كذلك واجبة حتى تضع حملها، سواء كانت بائنا أو كانت يعني طلقها يعني طلاقة ثالثة وهي حامل، أو مات عنها وهي حامل، فلها السكنة ولها النفقة. قالوا طيب، والمتوفى قال: والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة. الناشز كذلك، الناشز ليس لها نفقة، الناشز التي تخرج عن طوع زوجها، واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز يكون من الرجل ويكون من المرأة، النشوز من المرأة واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز من الرجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فأحيانا النشوز يكون من المرأة وأحيانا النشوز يكون من الرجل. فالقصد أن الناشز طيب إذا كانت حاملا فلها نفقة للحمل ولها سكنة للحمل. طيب، والبائن كذلك لها نفقة ولا سكنة للحمل. طيب، والمتوفى عنها لها سكنة ولها نفقة للحمل الذي في بطنها. طيب، المهم أن البائن حقيقة وقع فيها خلاف، البائن وقع فيها خلاف. مذهب أحمد الذي ذكرنا قبل قليل أن البائن لها سكنة ولها نفقة إن كانت حاملا فقط، إن كانت حامل لها سكنة ولها نفقة، أما إذا كانت غير حامل ليس لها سكنة وليس لها نفقة، سكنة ونفقة فقط إذا كانت حاملا. أبو حنيفة بالعكس رحمه الله تعالى يقول: لها نفقة ولها سكنة حاملا كانت أو حائلا، بائنا كانت أو وفاة، يعني لها سكنة ولها نفقة. طيب، الشافعي رحمه الله يقول: إن كانت حاملا لها سكنة، وإذا كانت غير حامل ليس لها سكنة. طيب، يعني فقط إن كانت حامل، إذا كانت محامل طيب لها فقط إيش؟ السكنة وليس لها النفقة. لماذا؟ قال: لأن الله تبارك يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وهذا مطلق الحامل وغير الحامل، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قالوا: وهذا في المطلقة. قال: لأن غير المطلقة البائن. قال: لأن المطلقة الرجاء أصلا ما تخرج من بيتها، فهنا توفير السكن إذن هو للمطلقة البائن، المطلقة البائن غير الرجاء. إذن ثلاثة أقوال: قول أحمد فقط إن كانت حاملا لا سكنة ونفقة، أبو حنيفة لا سكنة ونفقة مطلقا، الشافعي في تفصيل يقول: إن كانت حاملا لها سكنة ولها نفقة، إن كانت غير حامل لها سكنة وليس لها نفقة. وحديث فاطمة بنت قيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلقها زوجها ثلاثا طيب قال النبي: لا سكنة لها ولا نفقة. هذه أي قول الحنابلة، لا سكنة لها ولا نفقة،
لكن في بعض روايات هذا الحديث أنها أرادت تسكن في غير مسكنها، فقال لا سكنى لك، مقصود سكن الجديد، لكن سكن القديم لها بدلالة الآية أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وهذا القول الظاهر والله العالم أقوى الأقوال هو قول الشافعي في هذه المسألة، أن لها السكنى، وأما النفقة فإذا كانت حاملا لها نفقة، وإذا كانت غير حامل فليس لها النفقة، والله أعلم.